تمام. هلا اللي هي البوينت حكينا، هي النقطة الأساسية اللي بتفصل الإلاستيك ريجن عن البلاستيك ريجن. طيب هون في عنا نقطة هون كتير مهمة، اللي هاي شايفينها بعد اليل بوينت بينزل لتحت الكيرف، بعدين برجع بطلع وبكمل. هلا هاي النقطة حتى اليل بوينت ما بتكون واضحة جدا إلا بالمواد الدكتيليتي تبعتها كتير عالية. هلا هاي النقطة شو بنسميها؟ بنسميها اللور ييلد بوينت. هاي النقطة هي اللور ييلد بوينت. هاي النقطة شو القصة فيها؟ القصة إنه المادة الدكتيليتي تبعتها عالية، دائما بنحط عليها اللود اللي هي بتستحمله أو بتتقبله، لحد ما نوصل لمرحلة الييلد بوينت تبدأ المادة هاي تبدي ممانعة معينة، إنه أنت قاعد بتجبرني إني أتغير. فبصير في عنا روابط ما بين البلينز مع بعض، هاي الروابط بتبدي ممانعة مع إني قاعد بزيد اللود أو بزيد الاسترس اللي أنا مطبقيته على العينة، إلى إنه الروابط هاي مترابطة كتير مع بعض، فهاي الروابط وضلها تعمل ممانعة 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 مع زيادة اللود، لحد ما يصير في عنا سليبينج ما بين البلينز مع بعض. بعدين خلاص بعد مرحلة السليبينج معناته أنا تعديت على الممانعة تبعتها، أو يعني صار بهاير ليفل، فصار يزيد الكيرف مرة ثانية. هلأ النقطة اللي هون اللي هي بنسميها إحنا اليو تي أس. اليو تي أس بوينت هي نقطة كتير مهمة، وهي أعلى لود المادة بتستحمله. اليو تي أس بوينت اللي هو الألتيميت تنسايل ستريس، أعلى لود أو أعلى ستريس المادة بتستحمله. بهاي المرحلة بصير عندنا نيكينج، المادة بصير فيها تخصر اللي زي ما شفناه قبل بالفيديو، المادة بتصير تتخصر تتخصر، فبقل كتير الكروس سكشنال اريا، بصير اللود المحطوط على الكروس سكشنال اريا مقارنة فيه هو كتير كبير. بعد مرحلة النيكينج المادة بتبلش تنهار تنهار، لحد ما نوصل للنقطة هاي اللي هي نقطة الفراكشن. هاي النقطة هي الفراكتشر بوينت، والنقطة هاي هي اللي بينكسر عندها العينة وخلاص بتنهار. يعني مرقنا بإلاستيك، بلاستيك، يو تي أس، نيكينج، وبعدين إفراكشن. هذا كله يعطي فيما يخص المواد الدكتيليتي تبعتها عالية. طيب إذا عندي مواد الدكتيليتي تبعتها أقل، المواد الدكتايل لكن الدكتيليتي تبعتها أقل، ببساطة بيكون شكل الكيرف زي ما شفناه قبل شوي، إن هو هيك وهيك. طبعاً إحنا كل إشي بندرسه شباب اللي هو بالستريس والسترين، حكينا انه احنا بنحولها عشان نخلق ستاندرد، وهذا كله اتوب ستريس وسترين، والنقاط ما بتطلع الا من ستريس وسترين دائما. هلا هون بشكل كثير بسيط بقدر احدد نقطه اليو تي اس اللي هي هون، هيها هاي نقطه اليو تي اس اللي بصير فيها نيكينج، وبقدر كمان ببساطه احدد نقطه الفراكشن اللي هي في نهايه الكيرف. بس الإشي اللي كتير مهم وبنفس الوقت كتير صعب نحدده اللي هو إيش؟ الـ yield point. حتى الـ proportional limit يعني نوعا ما ممكن نحطها بأي مكان، بأي مكان linear، من بعد linear إلى مش linear. هلأ بهاي المراحل إحنا في عنا two method. الميثود الأولى اسمها الـ offset method، وهي ببساطة إنه إحنا بنبعد عن بداية اللاين هون، نبعد قديش؟ نبعد 0.2%. الـ 0.2% هي عبارة عن 2 بالألف مش 2 بالعشرة، أنت بـ 0.2%. نيجي بنحددها، طبعاً على إكسل بتكون كتير أوضح، لكن ببساطة بنحددها مثلاً هون، بنجيب لاين معين، لازم نمشي مع اللاين هاد من بداية النقطة خط موازي للكيرف الموجود عنا. نقطة التقاطع ما بين الكيرف هاد واللاين اللي عنا هي بنسميها اليلد بوينت. فهاي النقطة هي إيش؟ اليلد بوينت. هاي الميثود شو اسمها؟ اسمها الأوفست ميثود. هاي هون شو صارت؟ اليلد بوينت. هاي الأوفست ميثود، الأوفست ميثود اللي هي 0.2%. طيب في عنا طريقة تانية، الطريقة التانية اللي هي نبعد من هون تقريبا 0.5. الطريقة التانية نيجي هون مثلا
هون تقريبا نبعد 0.5% اللي هي بتعادل 5 بالألف، بنطلع بخط مستقيم. لو فرضنا، طبعا هون مش كتير دقيق، لو فرضنا إنه مثلا هون 5 بالألف، مع إنه 5 بالألف كتير صغيرة بس للتوضيح، وجينا رسمنا اللاين، بس هون اللاين ما بيكون موازي، بيكون عمودي على القطعة، هو المفروض يطلع أقرب. هلأ إحنا ببساطة شو بنصير نطلع؟ بنشوف مين اليلد بوينت لهون قديه، ومين اليلد بوينت التانية تبعت الأوفست ميثود لهون قديش. بالعادة بيكون النقاط أقرب بكتير من بعض، لكن هذا الرسم مش كتير دقيق. وضح لنا السيجما ييلد، بس هدول هم التو ميثود اللي احنا بنستخدمهم لما المواد تكون الدكتيليتي تبعتها أقل وما في ييلد بوينت واضحة. بالوضع الطبيعي الأوفست ميثود اللي هي 0.2 هي الإشي الأدق عشان نطلع عينا. آخر كيرف موجود عنا اللي هو الكيرف اللي كتير سهل، اللي هو بيمثل عندي البرتل ماتيريال. ببساطة خط هيك وبنهار. لما نيجي نسأل عن أي إشي موجود على أي نقطة موجودة عنا، yield point fraction UTS هي هاي النقطة، لأنه ما في غيرها. مجرد إنه اتعدى الحمل اللي هو بيستحمله راح تنهار المادة، ما راح تستنى. يعني الأزاز بشكل عام يا إما صامد وثابت يا إما مكسور، ما في أزاز مطعوج، ما في أزاز فيه ما في أزاز فيه deformation. على طول يا إما ثابت وبتحمل اللود، أو فيه مشاكل وهو مكسور، ما في حالة بالنص. يعني ما راح يروح يوصل لمرحلة ويبدأ يصير deformation وهو بالوضع الطبيعي. فهاي النقطة بتكون كل النقاط الفراكتشر واليو تي اس واليلد وحتى البروبورشنال ليميت في حالة البريتل ماتيريال بس.